السلام عليكم، هسه راح نبلش شرح شابتر 8 مساحة. شابتر 8 مساحة بحكي عن الاريا كالكوليشن. بتعرفوا اسم المادة مساحة، فأنا بدي أوجد مساحات. هي مش لأنه اسمها مساحة هي عبارة عن مساحات، لا، برضو بتمثل عن احداثيات نقاط وهكذا، بس إنه من اسمها فعندي أنا شابتر بخص المساحة. تمام، بيقول لي بهذا الشابتر راح أنت تتعلم طرق معينة لحساب المساحات، سواء إذا كان مثلا أضلاع مستقيمة أو مش مستقيمة. فهون مثلا نسترجع قوانين معينة أخذناها من إحنا صغار. مساحة المستطيل أو المربع هي عبارة عن ال1 في ال2، هذا شيء عارفينه، ال1 ال2. فلو أجاني مستطيل مساحته ال1 ال2، شبه منحرف بنص القاعدة في مجموع الارتفاعين، نص القاعدة في مجموع الارتفاعين. تمام، فالترابيزويدال كثير مهم، نص أسئلة الشابتر راح تكون عليه، نص في الارتفاعين في القاعدة. طيب المثلث، هسه المثلث في عندي أكثر من حالة. في عندي حالة إنه يكون عندي معلوم الارتفاع وطول القاعدة، نص القاعدة بالارتفاع، وهل هذا الإشي الأساسي اللي إحنا أخذناه من إحنا صغار، مساحة المثلث نص القاعدة بالارتفاع. لو معي ارتفاع مثلث مباشرة نص القاعدة في الارتفاع بطلع مساحته. طيب ولكن لو أعطاني مساحة مثلث مش معلوم الارتفاع بس معلوم العين زاوية محصورة بيناتهم اللي هي ثيتا، بحكي لك راح تكون هي نص في L1 في L2 في ساين الزاوية. طبعا هذا الاشي مثل ما بتعرفوه بتر أربعة، كنا لما نحسب الكت والفلة مثلثات كنت أقول لكم دائما بتحكي نص في الضلعين في ساين الزاوية. القانون من هون أجا. فالمثلث في عندي حالتين، طبعا في حالة ثالثة كمان، انه اذا اعطاني الارتفاع بحكي نص القاعده بالارتفاع، واذا اعطاني ضلعين زاويه محصوره بتكون نص القاعده نص الضلعين الزاويه اللي بينهم ساين الزاويه اللي بينهم. ننتبه للساين مش كوساين، ساين. اذا كان عندي معطيني بس ثلاث اضلاع، معلوم له ثلاث اضلاع، بقول لك انه بنحسب شيء اسمه الافريج اللي بسموها دي، اللي هي مجموع ثلاث اضلاع على اثنين، لا نص في مجموع الاضلاع. بعدين الاريا له راح تكون دي دي ناقص ال1 دي ناقص L2 دي ناقص L3. يعني كانت هاي 5 وهاي 10 وهاي 12، بقول لك بطلع شيء اسمه دي بتساوي 5 زائد 10 زائد 12 على 2. تمام بتطلع معي 5 زائد 10 زائد 12 تقسيم 2 بتطلع معي 13.5. بالتالي الاريا راح تساوي الجذع التربيعي ل 13.5 مضروب 13.5 ناقص 5 مضروب في 13.5 ناقص 10 مضروب في 13.5 ناقص 12. هيك بطلع الاريا، هيك بطلع الاريا. قبل ما ننتقل للاريات اللي بعد، لو انا بكون شوي مصحصح، شوف كيف ممكن يجي أسئلة على أسئلة السهلة هاي. يعني مستحيل يجيني سؤال بالامتحان إنه أحسب الأريا زي هيك، إنه يعطيني مثلث يقول لي أحسب مساحته. إحنا مش صغار يجي يطلب منا مساحة مثلث. فأنا بدي أعطيك تركات ممكن تيجي هاي الأسئلة عن المثلثات بالذات، عن المثلثات بالذات. أول تريك، هون كانوا معطيني قاعدة وارتفاع، ممكن إنه يعطيني ثيوتولايت من كابتر 5، أو هي مش على هاي الحالة، مش على هاي الحالة، على الحالة الثانية بالذات. والحالة الثالثة، الحالة هاي يعطيني ثيوتولايت من شابتر 5، يحكي لي إذا عندي مثلا ثيوتولايت حطته على البوينت بي، تمام، وكانت الهوريزنتال لسي عندي فيس ليفت وفيس رايت، والهوريزنتال لأي هي فيس ليفت وفيس رايت. فيس ليفت وفيس رايت، فشو بعمل؟ بيقول لي احسب مساحة المثلث. فانت راح تحكي لي كيف بدي احسب مساحة المثلث. طبعا اذا اعطاني حكى لي هاي طولها كذا وهاي طولها كذا، ما راح يقول لي، ما راح يبهم لي المسافات، يعني لا، لازم يعطيني الزوايا. بكل بساطة باجي بحكي لك انه هذا بطبق قانون هوريزونتال انجل بطلع ال اتش سي، وبطبق قانون هوريزونتال انجل بطلع ال اتش اي، بعدين بحكي اتش بي بتساوي اتش سي ناقص اتش اي في كل مطلق. عم بطلع ال HP وبكون مع طول الضلعين، وهكذا بطلع ال area. تمام، انه هذا السؤال من احدى الاسئله اللي راح تيجي، وراح تشوفوها لما نحل اسئله فيديو لحال اخر الماده.
راح تلاحظ انه راح احل سؤال بكل ما اعطيني طول ضلعين والزاويه بطلعها من شابتر 5 من الثيتولايت وبحل. ممكن يحكي لي ما يعطيني ولا طول، يجي يحكي لي مثلث وعندي ثيتولايت من شابتر 5 نفس الشيء. حكى لي اول مره حطيته على البوينت بي وقرأت الاتش سي والاتش اي طلعت اول زاويه، بعدين يقول لي رحت انا مسكت الثيتولايت وشيلته وحطيته على اتش اي وقرأت اتش سي وقرأت اتش بي. شو بعمل هيك؟ انا بطلع الزاويه هاي لما اطرح الاتش بي اتش سي ناقص اتش اي، وهون لما اطرح اتش بي ناقص اتش سي بطلع الزاويه هاي، ومن مجموع زوايا المثلث بعرف انا ايش الزاويه هاي. لما صار معي ثلاث زوايا انا خلص صار بامكاني اقدر اطلع اي شيء بدي اياه، اذا علم لي طول ضلع، اذا علم لي، اذا ما علم لي ما بعرف كيف ممكن اطلعهم. بس انه هذا سؤال ايام الجامعه، احنا بأونلاين، هذا الفيديو تصور وقت اونلاين، ايام الاونلاين جاب سؤال انه اذا ال اذا هاي كذا وهاي كذا، طيب جبتها من الثيتولايت حلها طلع الاريا. وفي ايام الجامعه جاب لنا سؤال مره اذا كانت حطيت الثيتولايت هون وعطاني قياسات زوايا horizontal reading و vertical reading، وبعدين مرة حطيته هون طلعت horizontal reading و horizontal reading face left و face right، بطلع الثيتا اللي هون ثيتا اللي هون ومن ثيتا اللي هون، وبكمل السؤال بحسب الاريا. الاريا لهاي الاشكال ما راح تكون عندي كل بسيط زي هيك، لا راح يدمج لي بشابتر من الشابتر الماضية او من شابتر 9. شابتر 9 بس تدرسوه راح يكون هو عبارة عن حسب لي الديستنس بشكل عام، شابتر 7 او 9 اللي فيه الاس، ممكن 9 او 7 ما ما الشابترين ما بفرقوا اصلا كثير، انه بيعطيني عند النقطه بي بحسب الديستنس عند A، وهذا شابتر 9 بالتاكيد، واحسب الديستنس عند C، وبعدين مثلا حطيته عند A حسبت الديستنس عند C من بالنسبه ل A، فطلعت ثلاث اضلاع وبطبق هذا القانون. المثلثات ممكن يدمج لي بالشابتر الماضي، ما راح يجيني سؤال سهل زي هيك، تمام؟ ما راح يجي سؤال سهل زي هيك. بالتالي لما اجي احسب مثلثات تخيل انه انت عندك اسئله من الشباتر اللي قبل، تمام؟ بقول لك area هو the part of circle، يعني لو انا عندي هاي الدائره، لو كان عندي دائره زي هيك قال لي احسب لي القطاع هذا، طول القطاع هذا بس هاي. مثلا بدك تحسب لي هاي اللي مظلله بالاسود، طب انا هيك بدي احسبها؟ بقول لك مثلا احسبها، بحسب اول شيء المثلث كامل، هذا هيك كامل، الاريا للواحد زائد اثنين اللي هي زي قانون مساحه الدائره. شو قانون مساحه الدائره؟ قانون مساحه الدائره، قانون مساحه الدائره هو باي ار تربيع. راح تحكي لي اه تمام، بس هذا باي ار تربيع لدائره، ده نصف دائرة بقول لك باي ار تربيع ايش على 2، ربع دائرة بيكون على 4، طيب سدس على 6، طيب كيف انا بدي اعرف سدس ولا لا؟ بقول لك بكل بساطة قانون مساحة الدائرة بيعتمد على الزاوية، ثيتا على 360، يعني لو كان عندي نصف دائرة، نصف دائرة يعني 180، يعني بحط هاي 180، 180 على 360 قديش تعطيني؟ تعطيني 2، فباي ار تربيع 2. لو كانت الزاوية 30 بعوض 30 360، فبطلع المساحة. مساحة الدائرة هي باي ار تربيع في ثيتا 360، فلما تكون دائرة كاملة 360 على 360 بتساوي 1، نصف دائرة 180، ربع دائرة 90، تمام؟ تمام. بحسب أنا مساحة الجزء الدائري، قطع الدائري هو باي ار تربيع في ثيتا على 360، بعدين أنا عندي هذا مثلث، مثلث معلوم ضلعين وزاوية محصورة، فبطبق نص في R ضرب R يعني R تربيع في ساين ثيتا اللي هو الحالة الثانية بالمثلثات فوق. أنا إيش بدي؟ أنا مساحة الاثنين لحالة هاي، شو بحكي؟ مساحة القطاع الدائري ناقص مساحة المثلث تعطيني مساحة الجزء الصغير، هاي area 1 بلس 2 هي باي R تربيع في ثيتا على 360، هاي اتفقنا عليها. area 1 اللي هي مساحة المثلث فقط هي نص في R1 في R في ثيتا ساين ثيتا، الاريا اللي فوق هي حاصل طرحهم، تمام. هسه نيجي للجزء الاهم من التشابتر، الجزء الاهم اللي من التشابتر، انه لو كان عندي زي هيك مضلع، مضلع قريب، يعني لو فرضنا انه بوليجون يعني
حكماتي أو جداتي مثلا، كيف بدي أحسب أنا مساحته؟ وبعضها بدي أظل أقسم أنا زي هيك وزي هيك مثلا زي هيك ومثلثات وأحسب. طب افرض معيش كل الأضلاع، بدي أظل أحسب. بقول لك لا، بقول لي لو عندي أنا بوليجون وعندي بوليجون زي هيك بدي أحسب مساحته، بقول لك طلع احداثيات النقاط. لو أنا عرفت أطلع احداثيات النقاط، لو فرضت احداثيات النقاط هاي، بقول لك افرض نقطة مرجع، ولتكن هون حسب ما هو حال نقطة واحد، نقطة واحد هي مرجع، يعني احداثيات النقطة واحد هي صفر وصفر اللي هي سماها x1 y1. مباشرة بتحكي 2 x2 y2، 3 x3 y3، وهكذا. أنا لو رحت مسكت الاحداثيات وعملتهم زي هيك، بقول لك المساحة هي نص الاريا بتساوي نص في هذا القانون. طب هذا القانون انا كيف بدي احفظه؟ بيعجبك، بقول لك انا بكل بساطه اكتب الاكسات زي هيك. لو فرضنا عندي خمس نقاط، هاي اذا بدك تعرف كيف القانون هذا، وحط الوايات هون، واي فايف، بقول لك المساحه هي نص في ايش؟ هاي في هاي x1 y1 y2 زائد x2 في y3 هيا x3 في y4 هيا x4 في y5 هيا 1 x5 في y1 مش مهم يخليك بس هيك بس هيك. تمام تمام. بعدين تذكر القوس تحكي ناقص ايش؟ y1 في x2 هيها y2 في x3 هيها y3 في x4 هيها وy4 في x5 هيها. طبعا لاحظ هون y5 في x1 y5 في x1 اطرحها من بعض التلتخي، عشان هيك قلت لك انسى. بالتالي لما انا اجي احسب على هذا القانون الطويل بدي اعرفه ببساطة، احط احداثيات الاكسات هون والوايات هون واضرب ضرب تبادلي هيك موجبات، بعدين بتطرح هيك 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 بتطرح هيك، انا بطلع قيمة الاريا. طبعا هذا الشيء كنت اشتغل مع عقارب الساعة، يعني فرضت هاي واحد وهاي اثنين عكس عقارب الساعة قصدي، يعني انا اشتغلت زي هيك ما بهمني اصلا، طلعت مع الاريا سالبة، يعني انا حال عكس عقارب الساعة وهو لازم احل مع عقارب الساعة. بالتالي انا بالامتحان بحط الاحداثيات للنقاط. طبعا احداثيات النقاط كيف بجيبها؟ من الأطوال، يعني لو معي هاي الزاوية مثلا هاي احداثيات النقطة A 0 0 وهاي الزاوية 20 والطول 30، بقول لك 20 كوساين 30 بعطيني احداثيات النقطة 5 مثلا، 20 ساين 30 بعطيني احداثيات النقطة 5 على الواي. بدك تشتغل رياضيات، هذا الشغل شغلات زوايا ورياضيات وهندسة. أنا بتكون متمكن من شغلات الرياضيات وهندسة، بس بخصوص المساحة بتحط الاحداثيات. ممكن يعطيك سؤال احداثيات وجاهزة، أو سؤال أنت تجيب احداثياته بسهولة. نشوف مع بعض أسئلة. هسه اللي أخذ النيوميركال بعرف هذا الشكل مظبوط، اللي هي طريقة الترابيزويدال ميثود وطريقة سيمسون ميثود. كل اللي فوق كانت مساحات أشكال منتظمة، منتظم وهكذا. أما الأشكال غير منتظمة بقدر أحلها بطريقتين، طريقة اسمها ترابيزويدال ميثود، ترابيزويد ميثود يعني تقسم الشكل أشباه منحرف، طريقة سيمسون ميثود أخذناها بالنيوميركال. شو بقول لك طريقة ترابيزويدال ميثود؟ ترابيزويدال ميثود بقول لك مساحة لهذا الشكل كامل المكون من 9 أعمدة، هذا عمود هذا عمود هذا عمود هذا عمود وهكذا، هي نص في L، نص في L، نص في L زائد إيش؟ H1 في H9 زائد 2 في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا. يعني أحسب أنا مساحة، لو بدي أحسب مساحة كل شكل، يعني هذا الشكل لحاله بدي أعتبره شبه منحرف L L، شو مساحته؟ هذا نص في L H1 زائد H2. بدي احسب الثاني، نص في L H2 زائد H3. بدي احسب الثالث،
مساحة الثالث نص برضو في L H3 H4. لاحظ راح أظل ماشي، الضلع ممكن تكرر مرتين، اللي هو هذا الضلع تكرر هون وهذا الضلع تكرر هون، ولما أكمل H4 راح تتكرر مع H4 H5 مع H5 وهكذا لحد ما أوصل H9. H9 ما راح تتكرر ولا مرة. عشان هيك قال لك لما أنت تحل سؤال على الترابيزويدال ميثود ببساطة بتحكي نص في L، طبعا هاي المسافات ثابتة، لو مش ثابتة بدك تفصل كل مثلث لحال كل ترابيزويدال لحال، نص في L في H1 اللي هو الابتدائي first column زائد last column زائد 2 المجموعة اللي جوا H2 زائد H3 زائد H4 إلى آخره. هذا الاشي أخذناه بالنيوميريكال. تمام. سيمبسون ميثود طبعا هذا إثبات نفس ما حكيت. سيمبسون ميثود بيقول لك لا، بتقسم أنت بتقسم لازم يكون الأعمدة فردية، يعني العدد أود يعني فردي، يعني لازم يكون عدد الكولومات فردي، يعني هذول كم تسعة، التسعة فردي، لو كانوا ثمانية بقدر أحل على السيمبسون ميثود. بالتالي لو بدي أحل سؤال على السيمبسون ميثود لازم ببساطة تشتغل لازم يكون فردي، مش فردي، مش بنعمل طريقة نخليهم فرديين. طيب شو الأريا بتكون؟ بقول لك قانون الأريا بالسيمبسون ميثود هي الأل ثلاث مضروبة في ارتفاع الأول زائد ارتفاع الأخير زائد أربعة الزوجيات زائد اثنين الفرديات. هذا القانون، هو هاي قانونه ألعى ثلاث، ركز مش ألعى اثنين، ألعى ثلاث الأول زائد الأخير زائد أربعة زوجيات زائد اثنين الفرديات. لو فرضنا أنه هذول هم ثمن أعمدة، يعني هذا الشكل مش موجود، كيف تحل؟ بقول لك بكل بساطة اشتغل أول سبعة، أول سبعة اشتغلهم سيمبسون، والأخير اشتغلوا لحاله ترابيزويدال واجمعوا عن مساحتين بس. طبعا هذا الاشي هسه راح نحله كله بأمثلة مع بعض، احنا هيك تقريبا خلصنا الشابتر، خلينا بس نحل أمثلة لأنه مش حلو إنه نحل السؤال على طريقة مدهية. هي أمثلة بنحلهم مع بعض. هون عندي أمثلة محلولة. بحكي السؤال اكزامبل الاول calculate the area of triangle ABC، معطيني اول شيء ثلاث اضلاع له، فشو بدي اطبق؟ بدي اطبق قانون الدي، فمباشره بتحكي له بكل بساطه L1 هي كذا وL2 هي كذا وL3 هي كذا، بطلع الدي هي نص مجموع الاضلاع، هاي طلعت 147.15، فالاريا تساوي الاول مضروب في الاول ناقص الطول الاول، او قصدي الدي مضروبة في الدي ناقص الطول الأول مضروبة في الدي ناقص الطول الثاني مضروبة في الدي ناقص الطول الثالث، حسب تطلعت معي هيك. يعني السؤال ما بده دقيقة حل تفكير أصلا مباشر أول ما أشوفه. السؤال الثاني معطيني بوليجون، أو معطيني يعني شكل مغلق، معطيني شكل مغلق، هذا كيف بدي أحسبه؟ هسه هو رغم منه أعطاني احتاثيات جاهزة، يعني أعطاني احتاثيات النقطة واحد صفر وصفر، يعني زي كأني أنا حاط محور إكس هون محور واي هيك، محور اكس ومحور واي. نقطة اثنين، هاي النقطة اثنين لك احتياثياتها عبارة عن الاكس مسافة 32، يعني هاي 32، ومسافة واي مشت 24. المنطق نقطة ثلاث بدها تكون اقل من نقطة اثنين، انا اشوف هاي مسافة النقطة ثلاث وهاي مسافة النقطة اثنين، نقطة ثلاث اقل منها فعلا هي 31 وارتفاعها 5، فعلا هذا ارتفاع 5 منطقيا تقديرا. النقطة 4 على الاكس هي مشت هاي المسافة وعلى الواي مشت مسافة اعلى منهم كلياتهم. تمام. شو صار؟ طلعت انا الاحداثيات فمباشرة بقسم. هسه في عندي انا شو بدي احسب؟ الاريا مثلا عكس عقارب الساعة، بدي احسب الاريا عكس عقارب الساعة. ايش بعمل انا؟ شو عندي انا اي نقطة بداية؟ نقطة البداية 0 و0، بدي ارتب النقاط بحكي اكس 1 بعدين x3 بعدين x2 بعدين x4، تخربط هاي رجع y1 y3 y2 y4. ليش ثلاث قبل اثنين؟ لانه انا ماشي عكس عقارب الساعة، فاول نقطة عندي واحد بعدين نقطة ثلاث بعدين نقطة اثنين، فبرتب الاحداثيات حسب النقاط. فشو بعمل؟ بشيل لي هاي احط هون y3 y4،
فسقط الاريا شو بدها تساوي؟ نص اكس 1 واي 3 يعني 0 في 5.3 0 زائد اكس 3 في واي 2 هاي اكس 3 وهاي واي 2 زائد اكس 2 في واي 4 يعني هذول ناقص y1 في x3 0 y3 في x2 هيها y2 في x4 هيها او هيها حلهم. ايوه لاحظ رتب لك النقاط حسب كيف بده يضربهم. قال لك نقطه 1 3 2 4 2 الاريا بتساوي نص x1 y3 زي ما قلت x3 y2 x2 y4 x4 y1 ناقص هذول ضربهم طلعت مع الاريا هنا. انتبه كيف تضرب. السؤال قال لك calculate the area of the shown land if AB طوله كذا و AD طوله كذا و BC طوله كذا. ما اظن طول CD ما بهمني CD. اذا اعطاني الزاوية A يعني هاي الزاوية 60 والزاوية هاي 150. اها شوف هذا الشكل ما اعطاك احداثيات بس هذا بوليجون. اذا بدي احسبه بدي اقسم الشكل لاشكال يعني مثلا اقسم مثلث هذا لحال مساحته ومثلث هذا لحال مساحته مثلا او مثلا هيك. فهذا الشكل شو مساحته بتكون مثلا مساحة المثلث هذا مساحة المستطيل هذا زائد مساحة المستطيل هذا زائد مساحة المثلث هذا. اني هذا الشكل مساحته بحلها زي هيك او بشتغل على الاحداثيات. هسا هون بالدوسية حل على الاحداثيات. ما راح احل على الاحداثيات لانه ممكن مش كل الاطوال تكون معي. يعني هذا الطول ما يكون معي منطقي يعني ما يكون معي ممكن احسبهم غلط. فانا بشتغل على الاحداثيات اضمن لي احداثيات النقطة. انت بدي امشي عكس عقارب الساعة زي هيك مثلا. فانا احداثيات النقطة 1 احداثيات النقطة 2 احداثيات النقطة 3 احداثيات النقطة 4 تمام. الاطوال بي 40 وزاويته 60 بالتالي احداثيات النقطة B شو بدها تكون؟ إذا هذا 40 هاي الزاوية 60 بالتالي هذا شو بده يكون؟ 40 ساين 60 وهذا 40 ساين 60. هيك احداثيات النقطة A 0 0 احداثيات النقطة B 40 كوساين 60 40 ساين 60 تمام. احداثيات النقطة C طيب اجيبها بجيب دي قبل وطبعا انا بشتغل AD. احداثيات النقطة دي شو بدها تكون؟ المسافة هاي كاملة شو AD 75. احداثيات النقطة دي على الواي 0 هاي على نفس مستواي. ظهر عندي ظل احداثيات النقطة C. كيف تجيب احداثيات النقطة C؟ احداثيات النقطة C هسا انا CD مش معي طوله. اذا بتجيب احداثيات C تجيب طوله من بي سي تجيب طوله من بي سي يعني هيك. هيك انا بقدر اجيب احداثيات سي اني اعمل هذا المثلث. خلينا نمسح هاي الشغلات. احداثيات النقطة سي بقدر اجيبها من احداثيات بي بزيد مسافة اكس ومن احداثيات بي بزيد مسافة واي بطلع احداثيات سي. لاحظ انه لحد هون بس هاي احداثيات سي. كيف بدي اجيب هاي الزاوية هسه؟ هاي الزاوية مش معي. أنا معطيني هاي الزاوية 150 150 هاي كاملة 150. طيب بكل بساطة إذا هاي الزاوية الزاوية 60 فبالتالي هاي 30 وهاي كاملة 90 كدرجة 30 90 120 وهي بالأصل كاملة 150. فكم هاي المسافة؟ الزاوية 30. طب وكم طول بي سي؟ 45 متر. بالتالي احداثيات سي على x بدها تكون احداثيات b bx مثلا زائد 45 ساين 30. طب احداثيات على y كم؟ احداثيات b زيد عليها 45 ساين 30. انا هيك طلعت كل الاحداثيات. by ايش هي هاي وbx ايش هي هاي. فلما اشتغل على احداثيات سي لما اشتغل على سي
لما اشتغل على سي انا الاشي اللي بقدر اجيب منه اطوال القراءات بجيبه من بي. لما اشتغل الاحداثيات بشتغل من بي لسي، فاحداثيات بي بزيد عليها مسافات سي. ما بقدر احكي انه 45 كوسين 30 هي مسافه الاحداثيات لاي، لا احداثيات لسي لا، هي 45 كوسين 30 من نقطه بي، بالتالي بزيد من بي، بزيد من بي احداثيات. فبالتالي انا هيك طلعت الاحداثيات خلاص، بحكي اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 واي 1 واي 2 واي 3 واي 4، بطبق قانون المساحه. هاي هذا الاشي اللي عمله هو، هو لما حل مع عقارب الساعة يعني A B C D عادي حل، طلعت معك الاريا سالبة يعني حل بالعكس. فهذا الشغلات كل التحليل اللي عمله أنا هين عملته قبل شوي، وحل هاي النقطة الزوايا، وحكى لك من التوازي والتناظر وكذا، طلع لك الزاوية 1030 اللي هي هاي. المهم وحل كل إشي، فطلع الاحداثيات طبق القانون وطلعت مع الاريا هاي. قال لك هذا السؤال calculate the area of the shown land إذا L1 كذا وL2 كذا وL3 كذا ونصف القطر هذا كذا وثيتا 1 كذا ثيتا 2 كذا ثيتا 3 كذا. هذا السؤال كيف بدي احسب مساحته؟ بكل بساطة بحسب هذا لحاله، هذا الشكل لحاله، بشغله بليجون احداثيات ومع احداثيات، والشكل الثاني قطاع دائري، بطلع مساحة المساحة الكلية نص في R تربيع ساين ثيتا 3، بطرح منها باي ار تربيع في ثيتا 3 ل 115 على 360. فهيك بطلع الاريا اللي فوق، بعدين بضل الاريا اللي تحت. كيف تحسب الاريا اللي تحت؟ بطلع احداثيات، بطلع احداثيات. كيف بطلع احداثيات؟ النقطة هاي 0 0 احداثيات النقطة هاي يعني نفس الخط، بدها تكون على الاكس ال 3 وعلى الواي 0. طيب طلع احداثيات هاي بكل بساطة متخط هيك، هاي ثيتا 3 وهذا L3، ف L2 ساين ثيتا، L2 ساين ثيتا بتعطيك هاي و L2 كوساين ثيتا بتعطيك هاي، L2 ساين ثيتا بتعطيك ال Y و L2 ساين ثيتا بتعطيك ال X. طب النقطة هاي نفس الطريقة L1 ساين ثيتا تعطيك ال X و L1 ساين ثيتا تعطيك ال Y. لاحظ L2 كوساين ثيتا مش بتعطيني ال X، تعطيني ال X من هون، يعني هي L3 ناقص L2 كوساين ثيتا. أنا بدي احداثيات النقطة هاي بالنسبة للنقطة هاي، قديش كل مسافة هاي؟ طب هاي المسافة كم؟ بدها تكون المسافة هاي ناقص المسافة الصغيرة هاي، هاي المسافة الصغيرة هاي كم؟ هاي المسافة هاي كاملة كم؟ هاي. بتمنى انها تكون وصلت. هاي احداثيات النقاط. عم نشوف شو عمل. هاي قسم الشكل لشكلين وقال لك الشكل هذا زي هيك فعال احداثيات. لاحظ انه اخر شيء اكس 3، قال لك اكس 3 عبارة عن اكس 2 احداثي كامل ناقص المسافة دي. شو المسافة دي؟ هي L2 كوساين ثيتا 2 زي ما قلت لكم، زي ما قلت لكم. فطبع طلع الاحداثيات فطبق القانون تبعنا، طلعت مع الاريا هيك، هاي الاريا 1 ضل الاريا 2 القطاع الدائري. شو بعمل انا؟ اذا الار 60 فبحكي الاريا نص في ار تربيع في كوساين ثيتا، هاي 115 حل مع الاريا 2 كذا فتجمع الاريا 2 تجمع الاريا. هسه هون calculate the area of the shown land using both trapezoid method and simpson method. بقول لك مين الطريقه الادق، ما لناش الطريقه الادق. هذا كم عمود؟ اول شيء بدنا نعرف نعد عمود الاول، عمود الثاني، عمود الثالث، عمود الرابع، عمود الخامس، السادس، الثامن، تسع اعمده. بقدر اطبق سيمسون وبقدر اطبق trapezoidal. نحسب trapezoidal اول شيء. trapezoidal هي ال على 2 20 على 2 أول كولوم 3 زائد آخر كولوم 3 ونص زائد 2 في كل اللي جوا 3.8 3.6 4.1 4.2 3.7 3.6 3.8. هيك أنا طلعت الأريا لهذا الشكل. تمام، سيمسون ميثود
ال 3 ال على 3 20 على 3 في ايش؟ اول كولوم زائد اخر كولوم زائد 4 زوجيات زائد 2 الفرديات بس ما عدا اخر كولوم انا بحسب الاريا شوف شو طلع معك بزود الميثود فهسه شو بعمل هي تطبق 20 على 2 زائد 3 زائد 3 ونص زائد 2 في كل اللي جوا طلعت الاريا 601 سمسون ميثود على 3 في 3 زائد 3 ونص زائد 4 في الزوجيات هيهم زائد 2 بالفرديات هيهم بعد بالامتحان رقمهم مشان تميز فطلعت معي 601 و 606 طبعا بالامتحان راح تلاقي الخيارين موجودات فايش بتشوف شو بده تروبوزيدر ولا سيمسون قال لك هون سيمسون از مور اكيوريت بيكوز ذا سيمسون ميثود the fourth side is considered a second curved degree while trapezoidal method the fourth side is a straight line يعني بقول لك انه بالtrapezoidal method هون مثلا بهاي المنطقه بتكون لينير اما بهاي مثلا بتكون كيرف لما تكون كيرف بتكون ادق يعني لكن انت بتشغل تكامل وما تكامل مش انا قلت لكم السبب مش مهم انا بقول لك كل البوردر كانوا straight line يعني اذا كل اللي فوق هذول straight line مش كيرفات مين ادق بقول لك الترابيزويدال ادق دائما الترابيزويدال بتخص الstraight line والسمسم بتخص الكيرفات انت بتشوف مين عندك اكثر كيرفات ولا هاي وتشتغل على هاي الادق هذا السؤال عندك كم عمود تعد 1 2 3 4 5 6 7 8 اعمده ثمان اعمده بقول لك استعمل سيمسون ميثود طب كيف استعمل سيمسون ميثود بقول لك حل لي اول سبعه لحال سيمسون شو بتحكي انا ال على 3 اللي هي 20 على 3 مضروب في هاي 20 3 مضروب في 3 3.6 مضروبة بأربعة بالفردية بالزوجيات كم الزوجيات هذا وهذا وهذا زائد اثنين بالفرديات شو هم الفرديات هذا وهذا بس الأخير ما بعتبره بتطلع معي الأريا بعدين بدي أطلع الأريا الثانية اللي هي الترابيزويدال بتكون نص في ال مضروب في ايش مجموع القاعدتين 3.8 3.6 الأريا هاي زائد الأريا هاي بيعطيني أريا سيمسون ميثود كلية هاي يقول لك أسجل شوانث بيجر هم ثمن أعمدة مش هم إيفن مش أود وإحنا قلنا لازم يكون أود يعني فردي وقال لك حل أول سبعة باستعمال السيمسون ميثود وآخر واحد بجودة الميثود محله الأريا الأولى بالسيمسون ميثود هيها كما حكيت وبيتربى جودة الميثود هيها بعدين جمع توتال أريا هذول بروبلم نفس الطريقة عندي ثلاث أضلاع بحل الأول الثاني الثالث هذا شكل خماسي ثم يعطيني الاحتياثيات كلياتهم انت بدك تعرف كيف ترتب الاحتياثيات يعني انا بدي اشتغل من نقطة 2 نقطة 2 هي نقطة الاصل فبدي امشي عكس عقارب الساعة فلما بدي ارتب تحكي x2 x3 x4 x5 x4 يعني فرضت هاي نقطة الاصل ومشيت زي هيك ورتبهم زي هيك هون نفس الشيء y2 y3 y4 y5 y1 لو بدي اشتغل x2 في y3 x3 3 انت لما تحل بتحل زي هيك مش بتحل انه خلص ارقام النقطه 1 هي نقطه 1 اذا هي اللي راح بلش فيها مش شرط ممكن تبلش من هون بالعكس عقارب الساعه او مع عقارب الساعه اهم شيء انك ترتب ترتيب تمشي بترتيب معين السؤال الثالث نفس السؤال هذاك بتغير ارقامه السؤال الرابع كم عمود هذول 1 2 3 4 5 6 7 8 بتحل على السيمسون ميثود بتحل على الترابيزويدال بس السيمسون ميثود بتحل اول سبعه بعدين بتجمع لهم بعد اخر واحد شابتر 8 انتهى مثل ما قلت لكم شابتر 8 مش ممكن يجي عليه اسئله سهله
حتى السمسون ميثود بيجي سؤال ابو 8 اضلاع اكيد. اجت 9 اضلاع يعني خير وبركه، بس ممكن يجي 8 اضلاع وتعرف كيف تحله، يعني هذا ترك سؤاله. هاي الاشكال راح تيجي اصعب شوي، تشتغل على الاحداثيات يعني. هاي الاشكال نفس الشيء ترتب المثلثات، ممكن يدمج جباتر الماضيه، مش ممكن اكيد جباتر الماضي راح يجي عليها. بس هذا هو جابتر 8. المادة تقريبا شبه خلصت يعني. أترككم ألف عافية.